طيب، في هذه المحاضرة بدنا نحكي عن جزء في الماشين ليرنينج، ألغوريثم معروف ومشهور وقديم جدا، اللي هو اسمه ديسيجن تري. ديسيجن تري مشهور بالكلاسيفيكيشن، وهو من أقدم الألغوريثمز في الماشين ليرنينج. طبعا المحاضرة كمان مرة غالبيتها بفهمها حتى مش متخصص في الكمبيوتر ساينس أو مش مبرمج، غالبيتها يعني سي موجهة للكمبيوتر ساينس. وطبعا أنا يعني بشرح بالعربي حتى يعني تعمل فائدة بالوطن العربي. تصوير موجود في هذه على هذا الموقع. خلينا نأخذ أول شيء اللي هو الجزء الأول في المحاضرة اللي هو motivation example. نعطي example حتى نعطي لمحة عامة شو يعني، كيف نتعلم في طريقة الديسيجن تري. طبعا هدفنا نعمل classification. في المحاضرات السابقة أنا إذا كنت بدي أتعلم إيش قيمة continuous value كنت أستخدم إشي ثاني. أنا اليوم بدي أتعلم to classify something، يعني إني أعمل classification، وهي عادة بتكون categories categorical values، تكون القيم فيها classes. هاي شكل decision tree، هاي شكل decision tree. إذا أنا بدي أطلع ألعب تنس وهذا بيعتمد على حالة الجو، وأنا بدي أقرر إني أطلع ألعب تنس ولا ما أطلعش ألعب، في عندي متغيرات، الحالة الجوية، الرطوبة، الرياح، وبناء عليهن أنا بدي أقرر. فأنا طلعت على الماضي، قلت بالماضي أنا شو كنت أساوي؟ في الماضي في آخر 14 يوم أنا كنت، في الأول يوم كانت الحالة الجوية مشمسة، وكانت اللي هي humidity عالية، وكان الرياح بطيئة، ما لعبتش. في اليوم اللي بعده كانت برضو sunny وهاي وسترونج وما لعبتش. بعدين باليوم الثالث لما كان الحال جاي overcast وهاي وويك لعبت. بعدين رين هاي وويك لعبت. وهلو ما جرى. فأنا عندي هاي هم الـ 14 يوم اللي الخبرة تبعتي في السابق. هلا أنا اليوم الـ 15، أجل اليوم الـ 15. اليوم الـ 15 دنيا الصبح وبدي أقرر أطلع ألعب ولا لا. بدي أسأل الكمبيوتر تبعي، شو رأيك يا كمبيوتر؟ أطلع ألعب ولا ما أطلعش؟ الدنيا ريني مطر واللي هي ميدتي عالي بس فيش رياح خفيفة جدا، أطلع ولا ما أطلع؟ هل بدها كل الكمبيوتر تبعي بتقدر تروح تتعلم من الماضي وتقرر لي اني اطلع العب ولا ما اطلع العب. هلا فانا عندي اول متغير اللي هو الاوتلوك، المتغير الثاني اللي هو الهيوميديتي، المتغير الثالث اللي هو الويد، وانا عندي واي اللي بنسميها التارجت فاليو اللي انا بدي اعمل كلاسيفيكيشن، يعني جيفن فاليو هاي والفاليو هاي والفاليو هاي انا بدي اعمل كلاسيفيكيشن يا يس يا نو. هلا ممكن اعمل طبعا يس ونو، ممكن اعمل ترو فولس، ممكن اعمل جود باد نيوترال الى اخره. فالديسيجن تري الاوتبوت تبعها بيكون كلاس كلاسيفيكيشن كلاسز، مش نيوميريكال فاليوز. طيب هلا شو بيساوي الديسيجن تري؟ هذا الالجوريثم اللي هو بيعمل ديفايد ذا كونكور سبليت انتو سبسيتس، بتقسم هذول لسبسيتس، هلا بنشوف كيف، وبفحص اذا انهم بيور ولا مش بيور. بيور يعني انهم نقاء، بفحص انه كلهم يس ولا لا، بضل كاستن تفسير كلهم يس. هلا نشوف، خلينا ناخذها بمثال. مثلا هلا خلينا نقسم على الاوتلوك اكس 1، نقسم الداتا تبعتنا هاي كتسمناها على الاوتلوك،
يعني ايش على قسمناها على الاوتلوك؟ يعني اخذنا احنا قديش قيمه على الاوتلوك عندنا؟ sunny overcast ورين، ثلاث قيم، يعني three distinct values في داخل هذه الفيتشر. فقسمناهم sunny overcast ورين، فعلا طلع هيدي 3 ودي 7 ودي 12 ودي 13 كانت overcast، هيدي 1 و2 و8 و9 و11 كانت sunny وهلم جرة. نلاحظ انه هون طلع ثلاث نو وثنتين يس، يعني ثلاث انا ما لعبتش فيهن وثنتين انا لعبت فيهن. هون كان وقت لما تكون الحال الجوي overcast انا كاين العب بغض النظر، بغض النظر كاين العب. هون في الرين كانت ثلاث يس واثنين نو. هلا شو بيقول الالجوريثم؟ split into subsets if they are pure stop، اذا لا ضلك قسم. يعني هون فيش داعي اقسم لانه كلهم بيور. بيور يعني ايش؟ كلهم من نفس الكلاس، يعني يا هاي بتكون صفر يا هاي بتكون صفر، يعني بيور نقيات، ما فيش مش مخلوطات يس ونو. اه طيب هاتوا نقسم هاي، نقسم على الهيوميديتي. هون هلا نيجي نقسمها شو بيطلع عندي؟ قسمنا على الهيوميديتي. الهيوميديتي انتبهوا فيها يا فيها هاي وفيها نورمال. فلما قسمناهم على هاي ونورمال صار عندي هذول بيور وهذول بيور. خلص هون بوقف قسمي. طيب نيجي هون نقسم على الويند. ويند كم نوع عندي؟ ويك وسترونج، نقسم عليهم. او كمان طلعت بيور، حلو، مع هيك طلعت عندي بيور، بطلت خلصت قسم. اذا انا وين بلعب؟ انا بلعب على فكره هلا هاي الداتا خلينا نمحاها، التريننج داتا احنا خلصنا تعليم. يعني انا بلعب لما بتكون الداتا الاوتلوك اوفركاست، بكون الاوتلوك اوفركاست، او بلعب لما بتكون اوبس، او بلعب وين تا لما بتكون الاوتلوك بتكون ريني والجو بيكون الويند، متأسف الويند الرياح بتكون مالها ضعيفة، برضو بلعب. أو بلعب لما بتكون الأوتلوك صني والهيوميديتي نورمال، ساعتها بلعب. فأنا بلعب بهذولا الثلاث حالات هيك. هلا شو معناته؟ معناته أنا بقدر أدخل جوا في الجافا او في البايثون او في اي لغه، اي برنامج مكتوب فيها، برنامج الذكي بيقدر ايش يساوي؟ يعمل رول هيك كله يس يعني العب اذا كانت اوت اوفركاست، الاوتلوك اوفركاست اللي هي هاي، او اذا كان الاوتلوك صني واللي هي الاوتلوك ايكوال صني، اند الهيوميديتي نورمال اللي هي هاي البرانش يعني، او اللي هي اور هذول اور، او الاوتلوك رين والاند الويند ويك اللي هي هاي. فانا بالنسبه لي هلا باجي بورجي طلعوا عليها. هلا هذا السؤال اليوم، رين الاوتلوك رين والويند هاي الويند ويك، اني رول بتنطبق عليها؟ هاي اخر واحد، معناته يس بلعب. هلا اذا انا كان عندي، عشان الخص، كان عندي تريننج داتا، كان عندي هون تريننج داتا، اخذت هاي التريننج داتا، تعلمت منها تري. هاي طريقة طبعا اني ارسم التري، ضليت اقسم تا رسمت التري، هاي وصلت للتري، اخذت التري اللي طلعت حولتها لايش؟ لرول، وبعد الرول حطيتها ببرنامجي وصار برنامجي يجاوب. اذا انا عندي
لما بدي انتج الرول انا لما بدي انتج الرول الرول عاده شو تبكى وين في يس تطلع على الروت وما بينهن ام تطلع على الروت وما بينهن ام وما بينهن ام ايه هون بضل عندي هاي كمان مرة هذول في بينهن ام جوا ام هذول جوا في بينهن ام طبعا هاي واحد بس هذول في بينهن او هذول اللي بيطلع من الروت تاني وصل هذول اللي بالياس هذول هون في بينهن اور يعني انا بلعب اذا كانت هاي كذا كذا او هاي كذا كذا او هاي كذا كذا جوا الباث نفسه ام بحوله هذا لاف ذن رول بالبرمجي وذاتس ات ما فيش اي شيء ثاني هذا طبعا motivation example وبعدين احنا هلا بدنا نشرح في الجزء الثاني من المحاضره حنشرح عن الالجوريثم بالتفصيل بس هاي الفكره